الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أضل الله أجورنا وأجور بمصابنا لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه. أنا في الحقيقة أعددت لكم منزلا من منازل الولاء في زيارة عاشوراء، لكنني أرى أنه المقام ليس مقام منزل، لأن الجلسة متعبة والبرنامج طال. سأختصر ما أمكنني الاختصار، وراح أحول الموضوع إلى شيء آخر لعله أقدر أضفه. الشريعة المقدسة وعلى لسان الله والرسول والأئمة والمصادر والكتب والعلماء حرصت على تقديم الحسين سلام الله عليه بحالة من الامتياز دون باقي الأئمة، دون سائر الأنبياء، دون الخلق أجمعين. الله تبارك وتعالى عند برنامج مع الإمام الحسين، ولذلك قدمنا بشيء من الامتياز، امتياز منقطع النظير، امتياز في سيرته، امتياز في شمائله، امتياز في اسمه، امتياز في ولادته، امتياز في زيارة، في كل شيء، في زيارته دون باقي الأئمة. تلقى الإمام الحسين وسع الدنيا، ملأ خافقين الحسين سلام الله عليه، كأن الله تبارك وتعالى ملأ الدنيا بالحسين، تميز خصوصية في كل شيء، في زيارة هاي بين يديك كتب الأدعية، في عرفات زيارة، في القدر زيارة، في شو اسمه العيدين زيارة، في حتى مقام الأمير المؤمنين هم زيارة خاصة من حرم أمير المؤمنين للإمام الحسين. أكو تميز الله تبارك وتعالى عنده شغل بالإمام الحسين، لأنه يريد يبقى الدين بذكر الإمام الحسين. في كل شيء ميزه، في كل شيء خصصه، ميزه في كل شيء، حتى بثورته، حتى بإخراج الثورة هم تميز الإمام الحسين، لأن الثورة المخرج إلها الحقيقي هو الإمام الحسين سلام الله عليه، صحيح؟ هو اللي أخرج الثورة، لكنها بين الجذب والسلب. يعني أنت تشوف الإمام الحسين ساعة يقول للأصحاب أنتم في حل مني، اتخذوا هذا الليل جملا، القوم لا يطلبون إلا إياي، فإن ظفروا بي ذهلوا عن غيري، يطرد بهم حتى في الطريق. في الطريق كان يقول القوم يسيرون والمنايا تسير في ركابهم، يعني يخذلهم بالحقيقة. هاي لغة التخذيل، يعني اتركني روح اتركني. وفي مقام آخر يصيح هل من ناصر ينصرني؟ شنو؟ شلون تجمع بين هذين الأشياء؟ شلون تجمع بين شيئين، بين أنه رجل يخذل وبين يطلب النصرة؟ معناه شنو؟ معناه أن الإمام الحسين يريد فدائيين معه، يريد يرسم صورة للثورة، صورة نورية ما بها أي كدورة. ولذلك بعد ما أطمئن تمام الأطمئنان إلى أصحابه كشف لهم عن بصائرهم فرأوا مقاماتهم في الجنة. فإذن هو متميز في ثورته، في إخراجه، في كل شيء، في زياراته، حتى في مقتله، حتى المقتل مالته. بقية الأئمة سم أو ضرب أمير المؤمنين في محرابه وانتهت القضية، لا، في الإمام الحسين حتى في مقتله، ها؟ قطعوا رأسه، 1700 جراحة، قطعوا الخنصر من يده، أكثر من هذا سحقوا الجسد الشريف بالخلود. تميز، تحس أكو تميز بقضية الإمام الحسين، كأنه الله تبارك وتعالى حتى الأئمة لما يتناولون قضية الحسين. هسه الروايات كثيرة والمقام صعب، بعد أنتم هم تعبتوا، الروايات كثيرة في قضية الحسين، حتى الأئمة كلنا سوف النجاة لكن سبيل جدي أوسع، كلنا أبواب لكن أبواب جدي حسين أوسع، كلنا سبيل النجاة ولكن سبيل جدي أسرع، وهكذا.
يدفعون بالاتجاه الإمام الحسين. يجي الإمام الرضا أو يجي الإمام الصادق يقول شنو ثواب الزيارة؟ يقول استأنف العمل. زرت الحسين، أنت زرت الحسين استأنف العمل. يعني معناه شنو؟ يعني كل ذنبك راح، تبدأ من جديد. شنو هالتميز؟ شنو هالتميز بقضية الإمام الحسين؟ أنتم تفتون أنه الإمام الحسين أخذ الدنيا كل الدنيا حتى في مصائب، مصائب رزية. تقرأ في زيارة الناحية المقدسة مصاب شنو؟ مصاب القلب الدنيا بما فيها. يقول فانزعج الرسول وبكى قلبه المهور وعزاه بك الملائكة الأنبياء، فجعت بك أمك الزهراء واختلفت جنود الملائكة المقربين. ما موجودة حتى بسيرة أي إمام من أئمتنا، ما موجودة. تلاحظونها موجودة في سيرة الأئمة، تميز حتى في مصيبته، حتى في رزيته. تعزي أباك أمير المؤمنين وقيمت لك المآتم في أعلى عليين. مآتم في أعلى عليين، لا 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 أرض في أعلى عليين. لطمت عليك الحور العين، الحور العين تطب على الحسن. لطمت عليك الحور العين وبكت السماء وسكانها والجنان وخزانها والهضاب أقطارها والبحار حيتانها. ما بس شيء ما بكى على الحسين. هذا الإمام جاي يتكلم، مو أنا جاي أتكلم. إمام ما ينطق عن الهوى، هو إلا وحي يوحى، يعني يتكلم حقيقة كلامه. نور، هذا نور. والبيت والمقام والمشعر والحرام والحل والإحرام تميز مو طبيعي قضية الإمام الحسين. يعني هذه زيارة الأئمة البقية، بقية الأئمة سلام الله عليهم مع جلال قدرهم، لكنه مشهور لله بالحسين. هذه زيارة الأئمة. أكو واحد من الأئمة سمعتوا بالزيارة الله يقول ثأر الله؟ تعرفون شنو ثأر الله؟ يعني هذا مقتول. الله يقول هذا القتيل إلي، هذا قتيل. يا ثأر الله معناه هذا قتيل. ما يحبر الله تبارك وتعالى عن بقية الأئمة ولا الأنبياء أصلا بهذا التعبير. التعبير تعبير يعني في أقصى درجات القرب. فالحسين سلام الله عليه ملأ الدنيا، ملأ الدنيا بتميزه، بخصوصيته، باستثناء الزيارة الشريفة، زيارة عاشوراء في منزل من منازلها، أن الحسين واسطة القرب. بها عبارة أنك إذا أردت أن تكون قريباً من كل شيء فكن قريباً من الحسين. لكن قرب حقيقي. إذا تريد أن تكون قريب من الله اقترب من الحسين. إذا تريد أن تكون قريب من رسول الله اقترب من الحسين. إذا تريد أن تقترب من فاطمة، من أمير المؤمنين، من أي واحد من العلم، من الدين، إذا تريد تقترب اقترب من الحسين. لأن قرب الحسين هو قرب من كل شيء. هذه عبارة الزيارة. أنا أعتذر طولت عليكم. قال في زيارة عاشوراء الشريفة يا أبا عبد الله، جاي يتكلم معي، يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتي. الولاء للحسين، القرب من الحسين هو قرب من كل شيء، والبعد من الحسين هو بعد من كل شيء. حس هذا أكثر من هذا بعد ما أخذ من وقتكم للكلام الطويل. اللهم ارزقنا حب الحسين وقرب الحسين قربا حقيقيا والوجاهة عند الحسين عليه السلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إخواني أخواتي، في نهاية هذه المشاركة عم سيدنا أعتذر، أكو مسألة شرعية إرادة وأنا أطرحها على مسامعكم. يطرح الأخوة المؤمنون هنا سنويا مشروع توحيد المنبر الحسيني وقراءة المقتل الشريف في مكان واحد مستحسنين ذلك، وهو في نفسه حسن على كل حال، ويقابل ذلك طرحاً آخر
يقول هذا الطرح الآخر، يقول إن تعدد المنابر وتكثر المقاتل يوم العاشر من المحرم هو حسن نظيمه إن لم يكن أحسن، لأن الهدف والغاية هو أن ينتشر، أن ينتشر ويتعدد ذكر الحسين سلام الله عليه. وتلك سيرة درج عليها الحسينيون في كل مكان، فهذا العراق وتلك إيران لم تطرح فيها فكرة توحيد المنبر الحسيني يوم العاشر، بل ترك العلماء الناس على سجيتهم ليتعدد ويتكثر ذكر الحسين والمقتل الحسيني وينتشر في كل قرية وناحية، حتى وصل الأمر إلى قراءة المقتل الشريف في بيوت العلماء ومكاتبهم وقاعات درسهم. بالحقيقة أنا هنا أطرح علي هذه المسألة، أنه مع توحيد المنبر مع تعدد المنبر أنا على ذوقي جاوب من يمين قلت لهم أنا مع تعدد المنابر. خلي يذكر، يذكر في البيوت، يذكر في الأماكن كثيرة، لا تحصرون منبر الحسين في مكان واحد ولا ذكر الحسين، وفي السنة مرة احنا نقرأ المقتل وكل الحصرة. رأيت هذا رأي، لكن بعد ما راجعت نفسي رجعت للبيت قلت خاف أكون قاسي على بعض الناس، خاف أكون هذا اجتهاد من عندي، فاتصلت بمكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف عن طريق أساتذة وعلاقات وهذه، واتصلت بالأخوة المعتمدين لسيد السيستاني ولبقية المراجع أيضا، وظلت أنتظر 3 أيام متتالية وأنا منتظر. حتى بالمناسبة ما أخفي عليكم صرت عصبي على واحد من الوكلاء، قلت له حذاري أن تدزلي جواب السيد بعد العاشر، لأن يعني بعد ما أقدر أعرضه على الناس. فالبارحة بالضبط جاني جواب، الجواب أنه المرجعية عموماً السيد السيستاني أو غير عموماً مع تعدد المنابر وتكثر ذكر المقتل، وأكو تحذير من توحيد المنبر، يقولون ما يصير هذا تحجيم لذكر أبي عبد الله الحسين، والناس في سعة اللي يريد يحضر بالمكان اللي اجتمعوا به الاخوه، اللي يحضر هنا، اللي يقيم المقتل في بيته، عنده مكان مجموعه دروب، كثروا من ذكر ابي عبد الله الحسين، واللي يريد هذا المصدر في الفتره انا اقدر اطلعه على هذه القضيه بعد المحرم ان شاء الله. احسن الله لنا العزاء جميعا بمصاب الحسين، وكتبنا في ديوان خدامه والمقيمين بمصابه، ولا حرم الله جميع المؤمنين من جزيل ثوابه، وصلى الله على محمد وآل محمد. استقبل السيد والصلاة على محمد وآل محمد.